الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه حمدا يليق بجلال وجهه وعزيمة سلطانه أحداث وغزوات وقعت بعد أحد عدة أحداث لم يكن بعدها في صالح المسلمين ونكتفي هنا بذكر الأهم منها فقط حادث الرجع قدم رجال من عضل وقارة من قبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن فيهم إسلاما وطلبوا منه أن يبعث إليهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فبعث عشر من أصحابه وأمر عليهم عازم بن ثابت فلما كانوا بالرجيع قدروا بهم واستسرقوا عليهم بن لحيان من هذيل فلحقهم قريب من مئة رام وأحاطوا بهم وهم في مكان مرتفع فأعطوهم من أحد نزلوا أن لا يقتلوهم فأبى عاصم النزول وقاتل مع أصحابه فقتل منهم سبعة وبقي ثلاثة فأعطاهم الكفار الأحد مرة أخرى فنزلوا فقدروا بهم وربطوهم فقال أحد الثلاثة هذا أول القدر وأبى أن يسحبهم فقتلوه وانطلقوا بالاثنين الآخرين إلى مكة وهما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنه فباعوهما وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر فاشترته بنته او اخوه وسجنوه فتره ثم خرجوا به الى التنعيم ليقتلوه فصلى ركعتين ثم دعا عليهم ثم قال فيما قال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوسال الشلوى ممزعي فقال له ابو سفيان ايسرك ان محمدا عندنا نضرب عنقه وانك لفي اهلك فقال والله ما يسرني اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه ثم قتله عقبة بن الحارث بن عامر بأبيه يعني في مكان أبيه وأما زيد بن دثنة فكان قتل أو قتل فكان قتل أما زيد بن دثنة فكان قتل أمية بن محرأ بن محرث يوم بدر فابتاعه ابنه صفوان بن أمية وقتله بأبيه وقد نسب إليه ما تقدم من قول أبي سفيان ورد خبيب عليه وبعثت قريش ليؤتى بجزء من جسد عاصم فبعث الله الزنابير فحمته منهم وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمسه مشرك ولا يمس هو مشركا في حياته فحفظه الله بعد وفاته إلا حلقة الله حلقات مئة وسبعة كفال مئة وسبعة إلا أحداث وقزوات لا تبلت أحداث قلح حسلا وقزوات حقو إلا معركة أحد قزوة أحد حقوها وقعت بعد أحد عدة أحداث أكثر من حدث حصلت أه وأغلبوا يعني سروا لم يكن بعد في سالح المسلمين ونكتفي يعني وسردي وسالح المسلمين على وسرد سالح المسلمين على الاحداث الله أه ومن هي يعني الا حادثه الرجعة دي بلا حادثه كلا قبيله وفد الأكو من الا قبيله عدل وقبيله قاره ودي النبي صلى الله عليه وسلم دم طوحنا اسلام هلا قلنا مسلمين احنا واسلمنا واسلام بنا قدام حد اللي انا من قال دينا قال الله علمنا وقرآن بيلو والنبي صلى الله عليه وسلم عشر من الصحابة رضوان الله عليه وسلم رواه بيوم وأميرهم وروديو والأمير اللي هي نعاسم بن ثابت على لما انتقت الرجع اللي على دور بعض قدروا قد وتوم يبقى كان وقال شو يك النظام كرباء يعني كلا دي بفجروا وبقيت بقيت يبقى الله بين الأحيان ليهود من لهزيل دي بقى أبوم دي بقى وعاود أبوم استنجدوا دي بقى أبوم اتصلوا ولم هياني يعني حدود حدود نفر للاكفو ابن بالوم قلهم روم قبعت عروم وكردنا دي بأكال وتكرروا بيلوم حنا نعهدكم حتى يوديكم بيلوم قل سلموا ديوم وعاسم أبا وقاتلوا دي بالله كان إلا سبع استشهدوا منهم ولا صلاص كروا أول ما كروا ان أنتم بيلوم كان مرض أحد نهي خلاص ما لكم موتوا حنا قلدنا أتكم حتى يموديكم بيلوم لا وتكرروا كم سلكرروا يعني من جديد قد أبا مخيانة وام وأعسر وام هي بيلا اللي والله خيانة بيلا رضي الله عنه وأبا قيس بأكم واتكانوا قتلو ولا كل أود جيسوا لهم كل أود لبا مسلم لجيسوا خبيب أورام أورا نومته خبيب بن عدي ولا يعني زيد بن يدثنا اللهم الخبيب عمل بدر اللي الحارث بن عامر بن نوفل قاتل على كحوه أول الدابيو دابيو أبو باكوم أه وأيام سجنو حقها منطقة التنعيم لبولا دي بفجر أبو برا من مكاتا أه يعني إنسان أقلع أقلع أقول له كالي قال اعتمر الله حد من هذا كان أه كلا حرم منك على قبل لا ولا التنعيم لبولا دي بقول لك التنعيم فجر أبو ديبو قل له قتلو واللي أه ركعتين سالا ودعا ديبهم ومن ضمنها يعني إلا أبيات لا أنا أشعر لألا بينا لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي بلا بس يهمني كل كل ولا يبالي كل كل يهمني إذا أسلام من أميت بأي سمعت وأي سمع من وعدك أبلا من قبل ولا بلا وعدكم من وعدك يعني يهمني وقال هيني يعني في سبيل الله قبل من قبل الله سبحانه وتعالى يبارك ديبا أشلاء يهودي ديبا اللي يو كله آه ده بيلا كمسال اللي اللي بيلا أبو سفيان هي بيليو أه محمد من قتل وتقادم من دبت وانت اتاعتك من ادم منك وتك انك من ترف انت يرحي من بيليو والله يقول محمد صلى الله عليه وسلم انا عجّق الاقباء وهاتو اتاكا عندها الله شوكات يقول ترقدو زي فتي بيلا وحقوها لعقبة بن الحارس قتليو يو ابوه بدير ابوه قاتل على وزيد بن دثنكم سليو كمان امية بن محرد قاتل على يو اعمل بدر فولد ما طاك صفوان بن اميه تقاتل يو كان ابوه و لقي الله خباب و وزيد ارواح مسل تطودي ديب سبات قل من زينهم دي تراجعوا ربي في شهادات اكرم يوم والا مع كذا دي بسعر المسلمين يعني العصر من الصحابه كلهم كم سالت تحسموا بالقدر وبالخيانة ناي قارا وعضل أه وحقه قريش بيلو العاصم أم لا أم بيلو جزء منا جربوا أو حاجة أي قد أطعم بيلو لا كو وربه يعني زنابير لا كا وهتا حميت وهتا لوديت يقول على وربو حود على شركة مشرك جي تمتم ومشرك تمتمه. والله سبحانه وتعالى وفاة لوافاته حفظيه اللقفات الذي بل انتهت لا آه حادثه الرجيع كم سال الله عسل من صحابه استشهدوا آه ديبا وقدروا بخيانتنا عدل وقارة والسلام عليكم ورحمه الله ديبا كفاره ما طلعت 108 مقاسات بيرمحونا قد راحتوا وسكلها سلام امان السلام عليكم <applause>